في ظل الأحداث المتسارعة، لم تعد مهمة غرفة الأخبار مقتصرة على نقل الحدث وتحليله، بل في الكثير من الأحيان باتت غرفة الأخبار هي الحدث. نحن في أخبار الآن. كنا في ليبيا لحظة سقوط نظام القذافي، وفي سوريا تحت القصف والبراميل، وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. مهما اختلفت المناسبات ومهما اختلفت مواقعنا، كلنا هنا فريق واحد، نعمل على مدار الساعة من غرفة واحدة، من غرفة الأخبار. والآن مع برنامج من غرفة الأخبار. أهلا بكم مشاهدينا. طبعا أولى فقراتنا هي فقرة حصريا من غرفة الأخبار، وفي هذه الفقرة نقوم بتسليط الضوء على أحد التقارير الميدانية لزميلتنا جنان موسى، وهي مراسلة ميدانية في غرفة أخبار الآن، جابت معظم دول العالم بحثا دائما عن الأخبار وبحثا دائما عن الأحداث الساخنة. نتابع هذا التقرير ونعود لحوار مع جنان موسى. هي الزوجة والأم والسيدة التي تحرص على وضع مقاتلي داعش ومجنديه الألبان خلف القضبان. إنها المدعية العامة في محكمة العاصمة الألبانية تيرانا. بعد انتهاء جلسة المحكمة ذهبت معها إلى مكانها المفضل في المدينة. تحب أن تحتسي قهوتها في مقهى العدالة. لم يعق كونها امرأة مسلمة عملها يوما في القضايا ضد داعش، بل استطاعت فرض نفسها وهيبتها في المحكمة وخارجها. For all the cases, being a woman is like a not a problem, but for me this is something that I've solved very well because I don't think as a woman but I think as a prosecutor. So it was not any problem in my opinion. واجهت المدعية العامة احيانا مواقف لا تحسد عليها من قبل افراد داعش، فهم مثلا يرفضون النظر اليها مباشرة عندما تتحدث اليهم فقط لانها امرأة، لكن ذلك لا يثنيها عن عملها ولا تتردد في طلب احكام قاسية على من تثبت علاقته بالإرهاب. There were 9 people arrested. We asked from 13 years to 20 years. For 3 of them we asked 20 years imprisonment and the judge the court gives us the charge from one of them gets 18 years of prison, one of them 17 years of prison, one of them 17 years in prison, and the least charge was 7 years of prison for one of the defendants. لماذا اختارت العمل في هذا المجال وما الذي دفعها الى ذلك؟ I studied at law faculty and then I have done the magistrate school for prosecutor. It was my choice to be a prosecutor. I like to investigate and I like to take actions versus criminality. So it is not only job for me, but I do it with a real pleasure. But my mom said, oh, you can be a teacher. You could be a teacher. She's scared for you. As moms are. لا تريد أن تكشف علناً عن نوع التهديدات التي تلقتها، وتدرك أن عملها ليس بالهين، لكنه مهم لتحقيق العدالة. جنان موسى، أخبار الآن، تيرانا، ألبانيا. مشاهدينا
مشاهدينا، بعد أن شاهدنا هذا التقرير من ألبانيا، اسمحوا لنا بالترحيب بزميلتنا كثيرة التجوال جنان موسى معنا هنا في استوديوهات أخبار الآن في دبي. جنان، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية. أهلا وسهلا. هذه المرة اخترتي ألبانيا يعني بعيدا عن كل الدول التي تسافرين لها، لماذا ألبانيا؟ هو كان عم نحاول نفكر بمواضيع أو بقصص شوية تكون خفيفة وشوية تكون بعيدة عن المنطقة أو عن البيت اللي أنا دايما بشتغل عليه، إن كان داعش أو الحروب أو يعني الأشياء الملفات اللي كتير بتكون هارد وصعبة. فكان اوكي روحي على اوروبا اعملي لنا شيء قصه خفيفه هيك، قصه بتخلينا متفائلين ننبسط شوي كمشاهدين ككذا. اوكي رحت على البانيا، بتعرف يعني للاسف يعني في كل البانيا دورت على داعش. اكزاكتلي. شفت انا لفيت ودورت ورحت على الضيعه اللي رايح منها 8 مقاتلين منضمين لداعش بسوريا وبالعراق، فهذا كان طبعا يعني شيء بضحك شوي مع انه القصه طبعا كثير مهمه، ولكن صرت انا اكثر كمغناطيس، يعني كل ما في قصص تتعلق بالارهاب بتجذبني او هي بس يلي بتاخذ اهتمامي. نعم. طيب يعني لما تسافري على بلد زي البانيا، يمكن ما سافرتي عليها لا قبل. اول مره كانت، يعني كيف بيكون الاعداد لهذا السفر جنان، خاصه انه انت رايحه على بلد يمكن ما بتعرفي فيه حدا، كيف وصلتي لهي القريه تحديدا؟ شوف محمد، بالنسبه لإلي ودائما بقول انه التحضيرات اللوجستيه 90% من القصة، من نجاح يعني من نجاح التقرير أو من نجاح المراسل. إذا أنت بتعرف تحضر اللوجستيات تبعك على المضبوط تقريبا بتكون ضامن انه القصه. لوجستيا شو يعني؟ انا طبعا اكثر شيء بتعذب الفيزا وقتها بكون رايحه على سفرات حتى اقدم، عندي باسبور لبناني، انت باسبورك اردني بجوز عندك نفس المشاكل اللي انا عم بواجهها، ولكن اذا كان مثلا القصه موجوده ببلد عربي او ببلد اجنبي بدي انطر بالسفاره حتى يعطوني فيزا وكذا، واوقات كثير بوصل مأخر على قصه بسبب هيدي المشكله. فاذا الفيزا هي من اللوجستيات. الشيء الثاني اللي كثير مهم انك تلاقي حدا من ابن البلد يقدر يساعدك، ان كان بالترجمه ان كان تروح معه على المنطقه او على الضيعه اللي انت ببالك تحكي معه، فهذا بسموه لوكال فيكسر بقلب البلد اللي انت رايح عليه. واكيد طبعا اذا بلد كان خطر، البانيا منا خطره، البانيا بالعكس بلد كثير حلو. صحيح. وبنصح الكل يروحوا يزوروه، مع انه انا ما بين بتقاريري انه بلد حلو، بينت قرية قريه داعش، ولكن بلد باوروبا اغلبيته مسلم، كان طبعا عنده فتره طويله نظام شيوعي ولكن حاليا هي ديمقراطيه، عندهم كثير انفتاح، عندهم بلد كثير يعني بحب السواح. كانوا خايفين من التعامل معك كصحفيه؟ هلا هن بالعكس، انت كصحفي فيك تروح وتحكي مع اللي بدك، يعني عندهم انفتاح غير طبيعي. يعني انا مثلا ما كنت بحاجه لاذن تصوير حتى اروح صور بهالضيعه، عادي بتروح بتصور. الى اي درجه اللغه تكون عائقا في العاده عندما تزورين يمكن بلدان زي البانيا يمكن ما بتتحدثي لغتهم؟ من هيك كثير مهم قبل ما تروح تكون تعرف انه في حدا ابن البلاد بده يساعدك بيقدر يحكي معك انجليزي، طبعا انجليزي ما رح تلاقي حدا بيحكي عربي. صح. بس كثير كثير مهم، لانه اذا ما بتفهم شو بيقولوا لك ما بتعرف شيء. ومن هيك انا بعتقد يعني انا كصحفيه عربيه اكثر شيء ممكن اتميز بالبلدان العربيه، لانه مش بس بفهم طبعا اللغه محمد، كمان بعرف التفاصيل، بعرف العادات، بعرف التقاليد. هيدي الشيء اذا كنت بدي اكون متخصصه بدول البلقان او او باسيا او بامريكا، اذا عشت هونيك ايه، بس اذا تروح زياره وترجع اكيد ما راح تعمل تقارير كثير مميزه وتتفوق فيها على ابن البلاد، على اللي بيحكوا اللغه. Exactly. اين هي الوجهه القادمه؟ الوجهه القادمه هلا ما راح اقول لك، راح اعمل تقارير مفرحه لانه ما راح تزبط. ان شاء الله تزبط. ان شاء الله شي نهار. يعني قلت لك في عندي بحب بزور كل البلدان، هلا حسب الاجنده والقصه وين ممكن يصير في قصه. يعني يلي لفتني السنه الماضيه هو انه للمره الاولى كنت عم بروح كثير على اوروبا كرمال غطي قصص الارهاب، وعاده نحن اكثر من ضلنا مركزين بالمنطقه هون، ولكن في يعني قصص ممكن تتطور، نخلي عيوننا على اوروبا مفتوحه، بنخلي على الملف السوري، هلا ترامب جاي على الرئاسه الامريكيه، ممكن يكون في تغيرات بالملف السوري، ليبيا طبعا كثير مهم. يعني في عندك مستمر الاشتباكات، مستمر رح نكون حريصين جنان على ما فيني اقول لك على بالضبط وين محمد، رح انطرني وشوف، لازم تتابعني وان شاء الله انه تروحي على مكان وتنقلي يعني صوره جميله، ويكون الاحداث القادمه في السنه الجديده 2017 تكون شوي اهدى من 2016. بشكرك جنان، يعطيك الف عافيه. مشاهدينا ابقوا معنا، فاصل قصير ونواصل.
مشاهدينا وصلنا معكم إلى فقرة آت الآن، وفي هذه الفقرة نتعرف على أكثر الفيديوهات مشاهدة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بأخبار الآن. زميلنا فادي من قسم الأونلاين سيطلعنا على هذه الفيديوهات. أهلا بك فادي. أهلا محمد. يعني دائما عندنا فيديوهات بتجيب مئات ألاف المشاهدات. طبعا. اليوم شو محضر؟ محضرين اليوم فيديوهات اثنين، واحد برومو والثاني تقرير. بروموشن هو لفيلم وثائقي قريبا عبر أخبار الآن. شو الفيلم؟ كان مخلوف مملكة الجشع، هذا حصري على أخبار الآن. جميل طبعا. جميل طبعا. خليني أوضح للمشاهدين أنه البروموشن أو الترويج لهذا الفيلم الوثائقي حصد ما يقارب 500,000 مشاهدة في فترة قياسية جدا. هذا يدل على أنه الفيلم الوثائقي سيكون متابع جدا، فاحرصوا على متابعته. الفيديو الثاني كان تقرير أنه لماذا غضبت إيران من كتاب رجال القاعدة. هذا كان أيضا خبر، أذكر هذا الخبر عبر أخبار الآن. أيضا ما يقرب من 500,000 مشاهدة في فترة قياسية، ما يقارب 411 صحن في فترة قياسية. خلينا نشوف هذا الفيديو. يلا. كتاب رجال القاعدة في إيران، والذي تم نشره ضمن سلسلة كتب الشرق الأوسط، استقطب انتقادات حادة من قبل وسائل إعلامية موالية لإيران. وفقا لصحيفة الشرق الأوسط، الكتاب يقدم إدانة واضحة عن تواطؤ الحكومة الإيرانية مع القاعدة، حيث يتهم إيران بإيواء قيادات القاعدة داخل حدودها، إضافة إلى اتهام إيران بالضلوع في السماح للقاعدة بالتخطيط الخارجي لإدارة أعمالها من داخل إيران. إذن هذا الفيديو حصد ما يقرب 500,000 مشاهدة مع هذا الفيديو. أنا بشكرك فادي. أهلاً. ودائما يعني جهودكم واضحة في الترويج لهذه الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. طبعاً. شكرا لك. العفو يا هلا. وأنتم مشاهدين ابقوا معنا، فاصل قصير بعده نتابع. وصلنا معكم مشاهدين إلى فقرة الوجه الآخر، هذه الفقرة التي نهتم من خلالها بإظهار الوجه الآخر لنجوم الإعلام بعيدا عن الشاشات وبعيدا عن الأضواء. وفي هذه الحلقة، وبما أن مراسلة أخبار الآن جنان موسى متواجدة حاليا في دبي، وهذا يعني أمر يصعب دائما أن تكون متواجدة لفترة طويلة في دبي، فقررنا أن تكون أيضا هي ضيفتنا في الوجه الآخر لنتعرف على الوجه الآخر لجنان موسى. من هي جنان موسى؟ أنا جنان موسى، صحفية متجولة أو مراسلة متجولة بقناة الآن. متجولة يعني بروح من بلد لبلد، بلحق القصص، بشوف وين في، فتش على ناس، بحكي قصصهم، بخبر العالم شو عم بيمرقوا فيه، إن كانت قصص حلوة أو قصص مش حلوة. صرت مسافرة تقريباً على 1 2 3 4 10، اوكي عم عد البلدان اللي صرت مسافرة عليها. صار لي عم بشتغل مراسلة متجولة 5 سنين، بس بهالفترة بتخيل صرت مسافرة على 30-35 بلد. هاي السفرات معظمها كانت لإعداد تقارير، طبعا في منها سياحة بس الأكثرية لإعداد تقارير. متى قررت جنان موسى الخوض في العمل الإعلامي؟ هو أنا بطلع قدام الكاميرا من 5 سنين تقريبا، وقتها جيت على قناة الآن. قبل كنت موجودة بلبنان، كنت أشتغل بروديوسر أو فيكسر، يعني كانوا يجوا صحفيين على البلد بدهم يعملوا قصص، إذا كان عن مخيمات الفلسطينية، عن حرب تموز، عن كذا، فكنت أنا أكون موجودة. وقتها جيت على دبي بلشت أشتغل قدام الكاميرا، يعني قناة الآن عطيتني هاي الفرصة، وبالتالي استلمت هيدا المنصب بال 2011. هل تعتبرين نفسك مراسلة حرب أم صحفية تبحث عن الحدث؟ أنا ما بحب لقب مراسلة حرب، لأنه ما اخترت كون مراسلة حرب، اخترت أنه كون صحفية، ولكن موجودة بمنطقة كل الأحداث المهمة اللي عم تصير علي حوالي، للأسف هي أحداث دموية، فوضى، حرب، نزاعات، فبالتالي أي صحفي موجود حالياً بهيدي المنطقة أكيد تلقائياً هو مراسل حرب، عم ينزل على الميدان أكيد حيكون مراسل حرب، لأن القصص اللي هي طاغية على شاشاتنا واللي طاغية على حياتنا اليومية
الإيرانية هي قصص للأسف للأسف حربية، ولكن بحب أحيانا يعني لو ما كان في حروب أكيد كنت حفتش على قصص تانية. لمن تقولين آسف؟ بتأسف أوقات وقتها بعمل قصص بتكون بتأثر فيه كتير وما بقدر ساعد أو ما بقدر يعني وفيهم حقهم للناس اللي عم بحكي معهم. كتير 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 أشياء، كتير مناظر، كتير كتير قصص حزينة. كتير بتعرف أنا كصحفية ما فيني أعمل حملات لحتى تنقول أطلب مصاري أو جمع مصاري كرمال ساعد عائلة معينة أو كرمال مثلا حدا مجروح، حدا بده طبابة بده كذا. فهيدي أشياء كتير دايما بتصارع بنفسي لأن بحاول أفصل كتير بين الصحافة وبين الجنان الإنساني. فبالتالي كتير بزعل إنه ما فيني أقدم لهدول الأشخاص إلا هالتقرير أو أنه أنقل صوتهم للعالم بأمل حدا يشوف هذا التقرير ويقدر يساعدهم. في كلمات، ماذا يعني بالنسبة لك الميدان؟ الميدان هو يعني شغف ما بتخيل يعني شي نهار إذا صار عندي أولاد بجوز يعني أحمل أولادي وراي وأخذهم معي على الميدان أو أحطهم بشي شنطة. الرشاقة والجمال. عندي مشكل بتركيز على الشكل الخارجي، مع انه يعني ما بنكر انا ست بالنهايه واكيد بهتم بحالي وبحب انه اذا طلعت على الكاميرا اكون مهتمه بحالي، ولكن كل شيء له حدود وكل مناسبه بتفرض عليك كيف يعني اقدم نفسي. فما عندي مشكل ابدا اذا كنت بالميدان، كثير اوقات بطلع بدون اي ميك اب على الكاميرا، وإذا كنت هون بالاستوديو ممكن أطلع بميك أب أكيد. ماذا تقولين لمتابعيك؟ لمتابعيني بتمنى يعني كل الناس اللي بتتابعني وبتحب شغلي دايما بيسألوني إذا عم بنقل قصة معينة أنت مع مين، أنت مع ولا ضد، أنت هيك أو هيك. بتمنى أنه يعرفوا ويفهموا علي أنه أنا كصحفية يعني حتى لو أنا شي نهار غلطت وكنت بمحل معين مفروض هن ما يقبلوا هيدا الشي مني. أنا بعتبر حالي صحفية بسعى أنه أنقل كل الأصوات، دايماً بكون موجودة بالحدث، بنقل زاوية واحدة من حدث ولكن الحدث فيه له مليون ألف زاوية. أنا بكون موجودة بشقفة معينة، فأنا تقرير أو الشيء اللي عم بنقله بس مرتبط بهيدا الشيء اللي أنا عم بشوفه. حتى أنتوا تعرفوا القصة الكاملة مفروض تقروا كل الزوايا تتقدروا تكونوا الرأي المضبوط، ونبعد بقى عن الإشاعات ونظريات المؤامرة والآراء اللي هي كتير طاغية بالصحف العربية، ونركز أكثر على الحقائق وعلى الأشياء اللي عن جد موجودة على الأرض. شكرا. مشاهدينا وصلنا إلى فقرة أنا الصحفي، هذه الفقرة التي تهتم بإظهار جميع مهاراتكم الصحفية. جميع الراغبين بالعمل الإعلامي يقومون بإرسال فيديوهات لنا، هذه الفيديوهات من صنعهم بأبسط الإمكانات الموجودة، نقوم نحن بمشاهدة هذه الفيديوهات وبعرض الجيد منها. هذا الأسبوع نعرض فيديو للمشترك براء الحريري من هنا من الإمارات. عدد الموبايلات أو الخطوط الفعالة في البلد 17 مليون، أكبر من عدد الأشخاص، وهذا شيء طبيعي لأنه في ناس عندها موبايلين وثلاث موبايلات وأربع موبايلات.
مشاهدينا إلى هنا وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، وهي الحلقة الأخيرة في هذا الموسم من برنامجكم من غرفة الأخبار، على أمل اللقاء بكم دائما. هذه تحياتي محمد عمر، وإلى اللقاء.